ازيكم؟ لو بتدوري على بنطلون جينز بموديل معين في بالك ومش بتلاقيه، او المقاس بتاعك مش دايما متاح في الموديلات اللي انت عايزاها، فالمكان ده اسمه جادور، هو في شارع جمال عبد الناصر في اسكندرية طبعا العصفرة. المكان ده عنده كل موديلات الجينز اللي بتفكري فيها، سواء شارلستون او وايد ليج او الكارجو او البوي فريند، هتلاقي الموديل اللي انت عايزاه. والاحلى كمان ان انت هتلاقي مقاسك ايا كان مقاسك، لانه عندهم لغايه 5 اكس لارج، لابس لغايه 150 كيلو، والوست بتاعه باستك. الموديلات والماتيريال حلوه قوي، وانا اشتريت من عندهم. كمان عنده الجاكيتات الجينز الطويله، الماتيريال بتاعتها كمان حلوه قوي. اسعار الجاكيتات عنده الجاكيت ب 440، وعنده كل الالوان. كمان البنطلونات الجينز عنده من 225 لغايه اغلى حاجه عنده 295. فلو انت فعلا بتدوري على قصه معينه للبنطلون ومش بتلاقيها او مش بتلاقي مقاسك، فالمكان ده هتلاقي عنده البنطلون الجينز اللي ناس واللي في بالك. كمان الجاكيتات دي طلعت ترندي قوي، الجينز الطويله مناسبه جدا للشتاء الجاي، وعن تجربه الماتيريال بتاعتهم حلوه جدا. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو.